بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأنوران الأكملان الأزهران الأعطران المشرقان على من جمعت كل الكمالات فيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومحبيه، وبعد. خلقت الملائكة من نور، لكن النور متعدد، فمن الملائكة من خلق من أنوار الجنة، ومن الملائكة من خلق من أنوار العرش، ومن الملائكة من خلق من أنوار الكرسي، وهكذا تتعدد أصنافهم ويتنوعون. ولذلك قلنا أن أعلى الأنوار العلوية هي الأنوار الربانية التي كسي منها سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا الحبيب، خلق مثلنا من طين، لكن الله كساه نورا من نوره. وعشان كده في رحلة الإسراء والمعراج سيدنا جبريل قال له: تقدم أنت، فإن تقدمت أنت اخترقت، وإن تقدمت أنا احترقت. ليه؟ لأن جبريل خلق من أنوار الجنة ولا يستطيع أن يخترق أنوار الكمال الإلهي، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كسي بالنور الرباني وكسي بالنور الإلهي، فسهل على أنوار الكمال أن تخترق أنوار الكمال. خلقت الملائكة من النور وهم أجسام نورانية لا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون. الملائكة كما يحلو لي دائما أن أسميه بعالم النور الذي انشغلنا بعالم النار عنه. صحيح، كل الناس ما وراهاش إلا الجن وأفعال الجن والسحر والشعوذة، لكن عمرنا ما فكرنا في عالم النور، مع إن عالم النور عالم جميل جدا. زي ما احنا كده برضو بنبقى دايما مشغولين بعذاب القبر، نعم، ومشغولين بالآخرة والعذاب اللي ممكن نشوفه فيها، نعم، لكن مش دايما بنتكلم عن النعيم، نعم، اللي ممكن نشوفه فيها. نعم، ولذلك الملائكة أصناف وأنواع، ودائما من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الملائكة موجودون لخدمة بني البشر. ودايما إذا كان الحديث عن الملائكة لازم الإنسان يقف: يا ترى أنا كعبد أفضل ولا الملائكة؟ وحط نص بعينك السؤال ده قوي. أحد الناس مرة أذكر إن هو كان من أسيوط وسألني السؤال ده: يا ترى مين، الملائكة أفضل ولا البشر؟ قلت له: الله سبحانه وتعالى جعل فينا لمسة من النور مع الخلقة التي من الطين، فإذا على النور على الطين صرنا عند الله خير وأفضل من جميع الملائكة، حتى أفضل من جبريل. وإذا على الطين وعلى النور صرنا في مدارك أقل من مدارك الحيوانية. صح. نسأل الله السلام.